أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير ما نفتتح به مجلسنا هذا آيات من القرآن الكريم يتلوها على أسلافنا تلك الاهتداء لتقوى. ولقد شاءت إرادة الله وحكمة الله تعالى أن يمن
يعينون على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم برحلة طيبة مباركة، وذلك بعد الهموم والكروب التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الاحزان التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الاستهزاء والاذى الذي لاقاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، عاش هذا الحزن الذي توفي فيه عمه ابو طالب وزوجته خديجه رضي الله عنها وارضاها. اخوه الاسلام، ما معنى الاسراء والمعراج؟ ما هي الاحداث التي وقعت اثناء الاسراء والمعراج؟ ما هي دلالات الاسراء والمعراج؟ ما هو الهدف؟ ما هي الغايه من التذكير بهذه الحادثه من حياه النبي عليه الصلاه والسلام؟ هذا ما سنحاول ان نتعرف عليه ونسمعه من خلال محاضرات يلقيها على مسامعنا الاستاذ علي تامت. هو استاذ كان في دروس الثانويه في قطاع التربيه والتعليم ودرجه التقاعد، وراه مدرس في مسجد زلف عاصم في قميص العربي. فليتفضل مشكورا ومأجورا. وكان ملاحظه اخرى في الاسلام، تبع المحاضره من قسم الاعداد، لانه غادي نطرح اسئله عن الكلام اللي سمعناه في المحاضره، واللي جاوبنا الاجابه الصحيحه غنعطيو واحد الجائزه. بارك الله فيك، المزيد تعالى وهد ما كان. تفضل. السماء، فكانت ليلة الإسراء والمعراج، وربما
هنا استخدم القرآن سورة كاملة في سورة الكسرى إحيانا لهذه الذكرى سورة الإسراء. وهذا الإسراء بدأ الله تعالى به في قوله تعالى سبحان الذي أسرى. علاش بدأ كلمة سبحان؟ من التنزيه لله والتسبيح والتعظيم، بمعنى إذا قرأت هذه الحالة فما تعجبش، لأن الذي أمر بها هو الذي على كل شيء قدير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين لنريه من آياته، إنه هو السميع البصير. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا ما وقع لك من قريش ورأينا ما وقع لك من قريش الآن سنكرمك جزاء صبرك على ما لاقيته من كفار قريش. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في مثل هذه الليلة من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين قال لنريه من آياته. آيات عظيمة سيراها النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات كبيرة سيراها خلال هذه الليلة لنريه من آياتها، إنه هو السميع البصير. إذا هذه الحادثة ما لازمش تمر على المسلمين بلا ما يتذكروها وبلا ما يستمعوا بها وبلا ما يأخذونها العبر والدروس. إحنا أبنائنا الآن ربما مشغولين في أمور أخرى، في أمور تافهة لا قيمة لها، ولكن الأمور الأساسية تاع الدين اللي تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة ربما نسيت، لأن ما كانش في هذه الأنشطة في المساجد إلا من رحم الله. إذا الله تعالى ذكر هذه الحادثة في سورة الإسراء وفي سورة النجم. في سورة الإسراء وفي سورة النجم لقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في سورة النجم. إذا الله تعالى أشار إلى هذه الحادثة في سورة الإسراء وفي سورة النجم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الأمر بهذه الرحلة جاءه جبريل عليه السلام بدابة اسمها البراق، دابة حيوان اسمه البراق، هو أكبر من الحمار وأقل من الحصان يعني فلوس، ولكنه من عالم غيبي. جاء به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه من بيته ليلا وهو كان ممتدا على فراشه متوكي على الفراش، جاء في الليل نوضا بالفراش، وأخرجه إلى مضحى مكة وشق صدره وظهر صدره بماء نقي ماء الحكمة. ثم بدأت الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والنبي عليه الصلاة والسلام يركب البراق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا البراق الخطوة نتاعه مثل البصر ماشي كما الحيوانات، يعني قد ما تشوف عينك مثل مثلا القرية تاع تلموني الخطوة تاعها هكذا ما تعجبش، لأن ربي قال سبحان الذي وهو على كل شيء قدير سبحان الذي أسرى كلها معجزات. فوصل البراق إلى المسجد الأقصى بفلسطين، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وربط البراق في حلقة من حلقات المسجد، ربط الباب مرة في المسجد وادخل صلى ركعتين تحية المسجد. فجيء له بلبن وخمر
تكريم كما حنا لما كرموا الضيف جابوا له الماء والطماطم، جابوا له الماء وجابوا له الماء، فماذا اختار النبي عليه الصلاه والسلام؟ اختار الماء وكره الخمر لانه حرام. اختار الماء لانه فطره ولانه حلال ولانه ابيض ولانه صافي ولانه نافع. هكذا يجب على المسلم ان يختار ما ينفعه ويبتعد عن كل ما يضره، لان كل ما يضره كان في خير ربي بحرمه، ولذلك حرم الله عليه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن فشرب اللبن ابيضا نقيا صافا. الان انتهت المرحله الاولى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، هذه تسمى رحله الاسراء. بقي الرحله الثانيه المعراج من الارض الى السماوات الدنيا. شوفوا اول مخلوق يعرج به من الارض الى ما فوق السماء السابعه. ربما العلماء الان وصلوا للقمر واكتشفوا يعني امور او كواكب كثيره، ولكن من يكون مثل القمر والكواكب تحت السماء الدنيا تحت سماء واحده. اما النبي عليه الصلاه والسلام فتجاوز السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه الى سدره المنتهى فوق السماء السابعه. سبحان الذي يسمع اول مخلوق يوصل هذه المرتبه، اول مخلوق تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. فوصل النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان تجاوز السماوات السبع فالتقى باخوانه الانبياء الذين سبقوه. التقى بآدم في السماء الدنيا، ثم يحيى، ثم عيسى، ثم يوسف عليه السلام، ثم إدريس، ثم هارون، ثم موسى، ثم إبراهيم في السماء السابعة. كل ما يدخل السماء يوجد به، فيسلم عليه ويرحب به ويدعو له بالخير، ويمشي السماء الثانية، فيلتقي بنبي آخر وهكذا. حتى وصل السماء السابعة فرفع له البيت المعمور. البيت المعمور هذا موجود فوق السماء السابعة. المثل تاع البيت المعمور كما الكعبة في الأرض. إذا كان الكعبة في الأرض يحج لها الحجاج والمعتمرون يوميا، فالبيت المعمور يحج له الملائكة يوميا. كل يوم يدخلها 70,000 ملك. ما يعاودش يحجوا إلى يوم القيامة. إذا ربي وضع بيتين، بيت في الأرض للحجاج والعمار، وبيت في السماء للملائكة الحجاج. فماذا وجد عند البيت المعمور؟ وجد أباه إبراهيم مسندا ظهره على حائط المسجد ويعلم الأطفال الصغار القرآن الكريم. وجد إبراهيم عليه السلام يقرأ القرآن في البيت المعمور فوق السماء السابعة. احنا اللي رانا حالفين القران، اللي ما راناش مهتمين بالقران، اللي ما وجدناش اغلبنا القران الكريم. شوفوا المنزله تاع القران. ابونا ابراهيم يعلم الاطفال الصغار القران الكريم عند البيت المعمور. ثم يزيد النبي صلى الله عليه وسلم بعد من البيت المعمور الى سدره المنتهى. عن واحد المكان حدود. فاوحى الى عبده ما يوحى، ما كذب الفؤاد ما راى. لما وصلت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبه، جبريل ما يبقاش في وسط. جبريل قال النبي عليه الصلاه والسلام: انا اذا وصلت اخترقت احترقت، اذا زدت غادي نحتاج من نور الله تبارك وتعالى. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اصبح في حضره رب الارض والسماء. فهنا أوحى الله إلى عبده ما يوحي. ماذا أوحى له؟ فرض عليه الصلوات الخمس. فرضها 50 صلاة في اليوم والليل. ربما
يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم هو تعب 50 صلاة في اليوم والليل. ولكن بعد أخذ ورد مع موسى عليه السلام ورحمة من رب العباد عاود نقص من 50 ل 45 ل 40 ل 35 وهكذا حتى بلغ الخمس صلوات. سيدنا موسى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اطلب وادعو الله ان يخفف على امتك. اطلب الله يزيد نقص من خمسه. قال لقد استحييت من ربي. استحييت. خمس صلوات. في الاول 50 صلاه. لكن رحمه فينا تحولت الى خمس صلوات. لكن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الوعد عندي لا يخلف. ما دام كنت 50 وحولتها الى خمسه، امتك تصلي خمس صلوات ولكن لكم في الاجر 50 صلاه. الحسنات بعشر امثالها ويزيد. احنا اذا صلينا خمس صلوات ربي يكتب لنا في الاجر كاننا صلينا 50 صلاه، كل صلاه مقابل خمسه. أو بعشرة، خمس صلوات بعشرة، الحسنة بعشرة أمثالها. إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأولي والدته. ثم ماذا بمن أكرمه أيضا؟ أعطاه فواتيح سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخره. الصور الأولى والآيات الأولى من سورة البقرة، فواتح البقرة. أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم تكريمة له. تكريمة ثالثة وش هي؟ وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يغفر لكل واحد من أمته ما لم يشرك بالله شيئا. مهما كانت الذنوب إذا ما فيها الشرك راه مغفور هذا الذنوب. إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. إذا أعطاه ثلاث هدايا، فرض عليه الصلوات الخمس، وأعطاه فواتيح سورة البقرة، ووعده بأن يغفر لأمته مهما كانت ذنوبها إذا لم تشرك بالله شيئا. بعد أن انتهت هذه الليلة المباركة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المسجد الأقصى. وينزل معه الأنبياء يشاركوهم ويتلقاهم في السماوات السبع. علاش نجد؟ باش يوجدوهم. ويتلاقوا الجميع وين؟ في المسجد الأقصى. ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما. وهم وراءهم مأمومين. هم أولا سابقين ثم الأب تبعا، ولكن تكريما لمحمد صلى الله عليه وسلم بالذات خاتم النبيين سيصلي إماما بجميع الأنبياء. فصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. ووراءه إبراهيم يصلي خلفه، وموسى يصلي خلفه، وإدريس يصلي خلفه، وهارون يصلي خلفه، وآدم أبوه يصلي خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم إماما. شوف التكريم، سبحان الذي نسيت. بعد ان صلى بهم ثم ودعوه ورجع يركب البراق كما شاء وعاد الى مكه مره اخرى. لما وصل لمكه في نفس الليله في جزء صغير من الليل وجد الفراش تاعه اللي ناضنا عن حاله لكلام النبي مازال حاله. سبحان الله العظيم. كن فيكون. بعد ان فرض الله عليه الصلوات ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه، كمل النوم تاعه في الصباح يلتقي بابي جهل. زعيم المشركين وكبير المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد هل خبر جديد؟ كاش خبر؟ قل بلى خبرنا، قل اصبح لكم خبر. هل من خبر جديد؟ قال: لا. قال: ما هو؟ قال: اسري بي البارحه. قال: اسري ولم يقل اعرجت.
وسريه اللي في الارض بس من مكه فلسطين ما قالش من فلسطين صلاح السماوات والسماء قال لهم متى بدا في الليل بعد قال لهم صرف وجيت من مكه فلسطين ورجعت فلسطين وجيت من الليل قال له نعم ابو جهل جاء له فرصه باش يكذب النبي صلى الله عليه وسلم روح اجمع شعب الكفار من مروان محمد وش راه يقول قال له احنا نروحوا باش نوصلوا المسجد الاقصى للتجاره وللزياره نمشوا شهر ونطلعوا شهر عندنا شهرين باش نكملوا الليل هو يمشي يجي في شد البال فقط في الصباح صباح يدار مستحيل فالناس بعض الناس ضعفاء الايمان ما امنوش وارتدوا للاسلام تاعك روح ابو جهل ابي بكر باه يهزه شويه من الايمان تاعك قال له ابو بكر تعالى اسمع صاحبك واش راه يقول قال واحد الكلام ما كان ما صدقوش خلاص قال مشيت في المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في ليله وشعت فيه مسلمين ماذا يقول ابو بكر شوفوا المؤمنين الثابتين قال له ان كان قد قالها فقد صدق اذا كان فعلا ما فهمتهاش اللي قالها للشاب راه صادق فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق ثم اعطى الاسم ابو بكر الصديق لانه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه ابدا في اليوم الثاني ينزل جبريل عليه السلام ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فرضة البارح الان اليوم الثاني غادي يقضي الصلاه فصلى به الصبح ركعتين وصلى به الظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث والعشاء اربع ثم جاء في اليوم الثاني بيوريك اوقات الصلاه لكل صلاه وقتين وقت اختياري ووقت ضروري ما عدا صلاه المغرب عندها وقت واحد وقتها بسيط بينما الظهر والعصر والعشاء والصبح عندها الوقت الاختياري من الوقت اللي ادمنت ويمتد ساعه ونصف في الوقت احسن الا المغرب فله وقت واحد هو الوقت الاختياري فصلى النبي صلى الله عليه وسلم متجها الى المسجد الاقصى قبلته الاولى 16 شهرا 16 شهر هو لما يصلي ما يشوفش الكعبه يشوف في المسجد الاقصى أولى القبلتين، القبلة الأولى تاع المسلمين. ثم بعد ذلك حول الله القبلة وبدلها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، الآن كي صلوا توجهوا للكعبة المسجد الحرام. لكن في الأول القبلة الأولى كانت المسجد الأقصى. صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا. إلى أن جاء الأمر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام تحول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إذا الرحلة هذه اختصرناها ما غاديش نطول عليكم لكن ما هي الدروس اللي نستخلصوها من هذه الرحلة المباركة الأمر الأول من هذه الدروس أن المسجد الأقصى هي القبلة الأولى تاع المسلمين. وللأسف الآن راه تحت الاحتلال اليهودي. راه مستعمرة الاحتلال اليهودي. ما يقرب من 66 سنة. يعني من دخول اليهود إلى فلسطين في سنة 48 إلى يومنا هذا. تحت الاحتلال. كان قادر الله عز وجل يسري بعبده من المسجد الحرام الى السماء مباشره مش قشير وخير ولكن اشاره هنا من الله عز وجل ان المسجد الاقصى مسجد سلاح كل مسلمين واليهود راهم كنتين واش هو الوجود واش هو الموقف تاعته الان راه محتل ويمنع المسلمون في فلسطين من الدخول اليه كما يقول اليهود قال لك كيف السن يدخل صلاه ما يدخلوش اقل من 40 سنه 45 سنه ما يصليش الجمعه في المسجد الاقصى
باش يحتاج تلك زنزله خفيفه ديري لطيفك. هذا مخمخ اليهودي والان راهم يفكروا باش يبنوا مسجد حداه كما المسلمين يدخلوا يصلوا هما اللي مثلا يدخلوا ويبنوا يديروا الطوبوس تاعهم الكاذبه هذه. مع ان الله لعنهم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ملعونين على ربي سبحانه. ولكن عندهم تلك المظاهر الخداعه والكذابه اذا روحوا يتعبدوا ما عندهم لا عباده ولا اي شيء. الله غاضب عليهم من المغضوب عليهم. ولكن الان يحاولوا باش يدخلوا المسلمين في المسجد الاقصى. الامر الثاني الحائط اللي يركب فيه النبي صلى الله عليه وسلم تاع الحيوان تاعه يسمى حائط المراق. هما بدلوا الاساس. صافي يسموه حائط المذكر. يجوا عند واحد يروحوا يتباهوا. راهم يقولوا لنا في التلفاز راهم يشدوهم. يروح مع بني يوسف في الصالون يتباهوا. كله كذب دموع التماسيح دموع كذب. هذا حائط البراق وليس حائط المذكر. باش المسلمين ما يخدعوش. الامر الثالث الله عز وجل فرض الصلوات الخمس. وين فرضها؟ في السماء ولا في الارض؟ في السماء. فرض علينا الصوم في الارض والحج في الارض والزكاه في الارض الا الصلاه في السماء. علاش؟ باش يورينا بلي الصلاه هي عمود الدين. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اول ما يسال عليه العبد يوم القيامه الصلاه. فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. أول ما ربي حسب الأمور هي الصلاة. إذا فرضها في السماء لأن لما صلوا نحن نعرج بأرواحنا إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لما توجه القبلة إذا أنت في حضرة الله ما لازمش عليك تلتفت ولا تتكلم ولا تاكل ولا تشرب ولا تضحك ولا ترفع البصر تاعك الى السماء لانك امام وبين يدي الله. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام عن هذه الصلوات من حافظ عليه خمس صلوات كتب منا الله على العباد. من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه. يحافظها على الصلوات الخمس هذه ويصليها في وقتها كان له عهد عند الله تبارك وتعالى ان يدخله الجنه. اللهم اجعل جنه اذا الامر تاعها هام. ربما بعض الناس يستهين بها قالوا لي هذا الانسان انسان زين وفيه الخير ويوجد للناس ويحترم الناس بصح الصلاه ما يصليش. يحسبها حاجه كي والو لا بالعكس. مهما فعل اذا ما كانش يصلي اذا الامر راه صعصع والامر راه خطير. الصلاه عماد الدين. من اقامها اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. اذا امرها عظيم جدا. الأمر الرابع من الدروس اللي استخلصوها من هذه الرحلة المباركة الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ربط الدابة ما خلاش متروكة. قالوا لي هذه الدابة هذه تاع النبي ومعاه جبريل وراح حتى المسجد فيها والو لا ربطها. عاد دخل. كذلك نحن يجب علينا أن نتخذ الأسباب. أعقلها وتوكل على الله. هذا واحد الانسان جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الدابه خليها برا راه ديجا ما عليها والو ولا يصلي. قال له لا قال له كل ربطها ولا يصلي. كذلك نحن وهذا هو حسن التوكل الاخذ بالاسباب. ربي نعم هو اللي يوفقك ولكن بعد ما بتاخذ انت شيء تعليك روح للعمل ربي يوفقك. ماشي كان يبقى بشكل ما تسقيش حتى انت قال مريم ومزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. امنا مريم كانت بغي كانت عندك الوهم ما توقع البولين وجلست بجانب نخلة. ربي قال لي هزي النخلة هذه
العين تاعتها يتزيد لها وتمرضوها. قال لي وهي مريضة وباغي توضع المولود تقدر هي تحرك النخلة؟ ما تقدرش. ولكن قال هذه الأسباب ولكن وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. غير السلسلة ترددها بدات مريضة. فكولي واشربي وقرعي حتى وقت الموت. شوفوا حكم الله عز وجل. لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطاقه. الطير صباح واش تقول؟ صباح راه بدو ولا كنت بكي بكي؟ كنت بكي بكي. حنا عاد راه نسمعوا الزاوج. ربي يعطينا دروس حتى في الحيوانات. تبيت بكري تنوض بكري. حنا غير نباتوا صاحيين نوضوا متاخرين. لا فجر ولا اي شيء. وهذه طامه. ثم لما تخرج الطير تاعها ما عندهاش مكان بحال تروح كيما انت خدمتك باينه بلاصتك باينه حالتك باينه تمشي في ارض الله. مره راح في الموارد من الله بكره. طيبين نهار رحيل. بارك الله فيك. تشوفوا اذا تسيح في امر الله تبارك وتعالى ولكن في المساس ما ترجعش بحالها رزقها جاف تاعها. كذلك المساس ولله المثل تاعها. اذا حتى لا اطيل عليكم اكثر في هذه الارض اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بما سمعنا وان يجعل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان الله وبحمده لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وبارك الله فيكم واخر دعوانا باذن الله تعالى. في هذا المساء مع بارك الله فيكم وجزاك الله عنكم من الخير. ونسال الله تبارك وتعالى ان يكون هذا الكلام في ميزان الحسنات في يوم القيامه ويكون لك نورا في الدنيا ونورا في القبر ونورا غدا يوم القيامه وان يكون لك شفيعا غدا يوم القيامه. ثم بعد الاستسلام قلت له يعني بعد المحاضره غادي نطلب الاسئله يعني باش نعرف واش الشاب راه قال لك كان خايف معنا عرفتي شنو غادي نطلب ضرب لينا في العينين حتى نشوف واش كنت كان خايف واش كنت كان خايف معنا الوهم. السؤال قلنا من خلال المحاضره اللي قالها السابق قال لنا في سورتين كريمتين ذكر الله تعالى حادث الإسراء والمعراج. المحاضرة قال الله بأنه الإسراء والمعراج التي يذكرها في القرآن صورتين دو سورة. ما هي الصورة الأولى والثالثة؟ نعم تفضل. الإسراء والمعراج. تفضل روح يعطيك Thank you.
زيت حار ومسكة صغار سيد أتفضل أربعة السقارة استخدمتها Thank you.
إذا إخوة الإسلام لكل بداية نهاية، وإخوة الإسلام هذه المناسبات إحنا لما نجتمعوا نعم راه عندنا أهداف وغاية هو لازم أنا نطلب سؤال الدين تاعنا ونتعلموه ونتعلموه الحياة تاعنا صار سبب ونتعلموها. إذا المسجد في راه غادي يقال ما كان واحد يتعلم في حياة الأساس، المسجد في راه يقول ما كان واحد باقي محترم مقدس نتعلم في الدين تاعنا، نتعلم كيف نتعلم تقرب الله تعالى وكيف نتعلم الله تعالى ونتعلم به ونسمع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيفاش نعيش حياتنا بهذه الاتجاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإسلام هذه المناسبة لا هي مناسبة من باقي المناسبات اللي نتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم فيها في الدين تاعنا اللي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة خاصة حنا دائما نلوم بالصبر الشباب الأجيال الصاعدة الأجيال الصاعدة الفيتنة راح كثيرة في الإسلام والمغريات راح كثيرة والشهوات راح كثيرة والأمور اللي تخرج على الدين تخرج على الإنسان الحق راح كثيرة. الشيء اللي يجمعنا من انحراف ويقينا ويحصل انحراف هو أن نجتمع في بيت في بيوتنا كبيت كهذا البيت نتبارك في كلام الله ونتبارك في كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ونقول اللهم أيها ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأزدنا علما. الضيوف اللي شرفونا وحضروا التحق اللهم يا ربي اقضي حوائجهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وبارك لهم في أولادهم وبارك لهم في صحتهم وبارك لهم في أموالهم، اللهم يا ربي أحسن عاقبتهم وخاتمتهم وجعل آخر كلامنا الدنيا لا إله إلا أنت رسول الله. اللهم اشرح حوائجهم في صلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم اشرح لهم الله يحفظكم والله يستركم والله يبارك فيكم والله يبارك في أولاد بناتكم والله يبارك في الأمراض والأسقاء والبلاء الناس في السماء والصعب على الأرض والحاجة التي تبنوها والله يقضيها لكم والله يجزيكم الخطر تاعنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلاة وسلام على ما أحاط به نوره وخط به قلمه وأحسن كتابه وارض الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك. معاشر المسلمين راه كان جنازة كان جنازة تسمو بها رحمة